السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محاضره جديده في الاصابات الرياضيه والتاهيل هنتكلم النهارده عن الاصابات الاكثر شيوعا بالنسبه للرياضيين وكنا اتكلمنا في المحاضره الاولى عن المفهوم العام للاصابات الرياضيه والنهارده ان شاء الله هنتكلم على الاصابات الاكثر شيوعا هنتكلم تحديدا على الاصابات العضليه وهنتكلم على اصابات العظام وهنتكلم على اصابات المفاصل وكمان هنتكلم عن الاسعافات الاوليه بالنسبه للاصابات الرياضيه اللي هي الاصابات العضليه واصابات المفاصل واصابات العظام هنتكلم على الاسعافات الاوليه الخاصه بيهم عشان تركزوا معايا كده في المحاضرة إن شاء الله تبقى المحاضرة خفيفة وبسيطة عليكم تستفادوا منها بأكبر قدر من المعلومات وتركز فيها علشان كمان تعرف إزاي تسجل علشان الشهادة إن شاء الله بعد انتهاء الدورة المكونة من ثلاث مراحل أو مكونة من ثلاث محاضرات المحاضرة الأولى كانت امبارح والنهاردة المحاضرة الثانية والمحاضرة الثالثة والأخيرة هتبقى بكرة إن شاء الله وهيكون في امتحان بكرة إن شاء الله نيجي بقي لمحاور المحاضرة زي ما اتفقنا هنتكلم على الإصابات العضلية وهنتكلم على إصابات المفاصل وهنتكلم على إصابات العظام والإسعافات الأولية للإصابات ديت وممكن نزود حاجة من عندنا كمان نتكلم فيها وهي إصابات مفصل الركبة اللي هو غضروف الركبة والأربطة الصليبية الأمامية والخلفية والرباط الجانبي الداخلي والخارجي طبعا دي من الإصابات برضو الأكثر شيوعا بالنسبة للرياضيين ومن الاصابات المزعجه جدا بالاضافه لاصابات الكاحل وطبعا احنا هنتكلم على اصابات المفاصل فمش هنتكلم على اصابه الكاحل تحديدا ولكن المحاور ما فيهاش اصابات الركبه واصابات الركبه من الاصابات اللي بتحصل او بتواجه الرياضيين بشكل كبير فممكن نتكلم عنها برضو مع الاصابات بتاعتنا واحنا بنتكلم في اصابات المفاصل اعتبارا ان الركبه مفصل اولا الاصابات العضليه انا يعني عندي الاصابات العضليه او الاصابات اللي بتحصل في النسيج العضلي ليها انواع مختلفه عندنا اول حاجه الكدم العضلي وطبعا الكدم ده اصابه بتحصل في المفاصل والعظام والاعصاب والعضلات كمان ما فيش اي مشاكل خالص فهي من الاصابات اللي ما شاء الله بتواجه الرياضيين بشكل كبير جدا سواء في العضله او في العظام او المفاصل فهي بتواجه الرياضيين بأي بشكل كبير لأنها بتنتج نتيجة الاصطدامات والاحتكاكات والتدخلات وطبعا مفيش أي رياضة بتخلو من التدخلات والاحتكاكات اللي بتسبب الكدمات تاني إصابة وهي إصابة الشد العضلي وعندنا إصابة التمزق العضلي وإصابة التقلص العضلي وعندنا كمان الإجهاد العضلي والالتهاب العضلي والتليف العضلي هي دي الانواع بالنسبه لاصابات النسيج العضلي يعني الاصابات اللي بتواجه النسيج العضلي هم السبع انواع دول طيب ايه هي الاسباب اللي بتؤدي لحدوث الاصابات العضليه زي ما اتفقنا من شويه اول حاجه التعرض للاصطدام والتدخل العنيف وبشكل مفاجئ تاني حاجه عدم الاهتمام بتهيئه العضلات للقيام بالمجهود لازم الاول اهيئ العضله بتاعتي لازم اسخن كويس عشان ما اتعرضش لاصابه بالشد العضلي او يعني الاحماء او قله الاحماء او عدم اجراء الاحماء ده ممكن يسبب للعضله اصابات مختلفه ممكن يعمل للعضله شد ممكن يعمل لها تمزق ممكن يعمل لها تقلص عضلي طبعا الاحماء مهم جدا و يعني له دور كبير جدا بيختلف من رياضه للتانيه يعني مثلا كل رياضه الاحماء بتاعها مدته بيختلف من رياضه للتانيه مش كل الرياضيات او مش كل الالعاب بتبقى نفس الاحماء وبيبقى نفس المده الزمنيه فعشان كده لازم اعمل احماء مناسب على حسب النشاط الرياضي اللي اللاعب بتاعي بيمارسه لما بعمل مجهود عضلي بدرجة أكبر من قدرة العضلات ده طبعا بيسبب تمزق عضلي ، الإجهاد العضلي نتيجة الإرتفاع بالأحمال التدريبية في فترة الإعداد ، استطالة العضلة بقوة تتجاوز مقدار مرونتها ومطاطيتها بشكل مفاجئ ، الانقباض العضلي المفاجئ والعضلات غير مهيئة لهذا الانقباض المجهود العضلي الزائد بدرجه اكبر من قدره العضلات علي تحمل الجهد اهمال الاحماء وعدم تهيئه الجهاز العضلي للقيام بالمجهود ودي كنا اتكلمنا عليها كسر العضلات وعدم مطاطية العضلات بالدرجه التي تتطلبها طبيعه الحركات والمهارات التي يؤديها اللاعب طبعا كسر العضلات دي حاجه من الحاجات التشريحيه اللي هي حاجات بيبقى الشخص مولود بيها ممكن تلاقي ان هو عنده اصلا تشريحية انكسر في العضلات وممكن يكتسبها نتيجة مثلا العادات الغلط او نتيجة الاصابة او الكلام ده كله فهي طبعا من الحاجات اللي هي بتسبب اصابة اصابات وتحديدا اصابة التمزق العضلي عدم الاهتمام بتمرينات تقوية العضلات عن طريق الأثقال أو المقاومات طبعا طول ما العضلة ضعيفة فالعضلة مهيئة أن هي تتعرض للإصابة من أقل مجهود اللاعب هيعمله هيحس بالاصابه سواء بقى ممكن يحس بتعب عضلي نتيجه ان العضله عنده ضعيفه ممكن مثلا نتيجه ان العضله ضعيفه وعمل مجهود فالمجهود ده هيكون اعلى من قدره العضله بتاعته فبالتالي ممكن يحصل لها تمزق فلازم اهتم بتقويه العضلات بتاعتي يعني عندي التعب العضلي يؤثر على المرونه فينتج عنها التمزق عضلي لسه كنا بنتكلم في النقطه دي من شويه النقطة اللي بعد كده وهي تعرض العضلة لإجهاد أكبر من قابليتها لفترة طويلة وده حاجة بنسميها الإرهاق العضلي. تعرض العضلة لفترة طويلة للراحة والارتقاء وعدم وصول كمية كافية من الأكسجين لها وطبعا هنا إصابة التقلص العضلي يعني لما اللاعب بيتعرض للحالة ديت بيتعرض لإصابة التقلص العضلي. عدم تنشيط الدورة الدموية في الأطراف بعد التغيرات الكيميائية داخل العضلات ونقص الإعداد البدني للاعبين والعوامل المناخية والعوامل النفسية طبعا العوامل أو خلينا الأول نقول نقص الإعداد البدني للاعبين لما اللاعب بيكون بدنيا مش واقف على رجليه أو مش جاهز بدنيا بيبدأ يعوض النقص البدني ده عن طريق التدخلات العنيفة أنه هو بيدخل على زمايله تدخلات عنيفه علشان هو مش قادر بدنيا ان هو يادي فبالتالي بيبدا يعوض بالتدخلات العنيفه التدخلات العنيفه دي ممكن تعمل له اصابه ممكن تتسبب ان هو يصيب المنافس بتاعه نتيجه ان هو اتدخل بشكل عنيف عليه تاني حاجه العوامل المناخيه طب العوامل المناخيه دي بتاثر ازاي انا عندي التدريبات في الاجواء الحاره او الاجواء الباردة او المرتفعات او الكلام ده كله فانا عندي الحاجات دي كلها بتأثر على اللاعب يعني مثلا التدريب الساعة 12 الظهر في عز الحر فطبعا ممكن يعمل اصابة للاعب ممكن يعمل له اصابة زي ما اتفقنا ان احنا عندنا انا كنت هتكلم على اصابات تانية بس مش عايزين ندخل في يعني في الاصابات عموما لا احنا عايزين نتكلم على الاصابات العضلية بس تمام يعني ممكن مثلا نتيجه الحر ممكن اللاعب يصيب بضربة شمس فانا مش عايز اتكلم على الاصابات التانية دي احنا عايزين نتكلم على الاصابات العضلية بس ايه علاقة الاصابات العضلية بالعوامل المناخية احنا عندنا اللاعب لما بي... بيعمل مجهود زيادة طبعا لما بيكون بيتمرن في الحر والكلام ده كله فالمجهود بيبقى زيادة والعرق بيبقى زيادة والكلام ده كله فبالتالي بيحصل نقص في المركبات اللي هي او العناصر اللي موجودة جوه جسم الانسان تمام كده فلما بيحصل نقص في العناصر دي بيبدأ اللاعب يتعرض لاصابات زي التقلص العضلي وزي الارهاق نتيجه فقد الجسم للعناصر المكونه له ونتيجه تراكم احماض اللابينيك في العضلات فبالتالي اللاعب بيبدأ يحس بالتقلصات العضليه ويتعرض للاصابات العوامل النفسيه طبعا العوامل النفسيه آه زي ما اتفقنا او زي ما اتكلمنا في المحاضره بتاعه امبارح ان الحاله النفسيه للاعب مهمه جدا لان اللاعب لو نفسيا عنده اكتئاب او نفسيا مش مهيا نفسيا فبالتالي بينزل بيبدا ان هو يلعب بطريقه عنيفه شويه بيبدا ان هو يتدخل تدخلات غلط فبالتالي ممكن يتعرض بسهوله جدا للاصابات العوده للتدريب بعد الانقطاع ودي طبعا بنلاحظها بشكل كبير جدا لو انت بتتمرن في الجيم ولسه راجع تتمرن في الجيم بتاخد اول يومين ثلاثة كده بتلاقي جسمك كله وجعه فدي طبعا حاجة بنسميها ألم او بنسميها التعب عضلي نتيجة ان انت بقالك فترة ما بتتمرنش ولسه راجع التدريبات من فترة قريبة في بداية فترة, الاعداد للموسم الجديد وطبعا دي علشان بيكون او بيكون اللاعب واخد راحة بقاله فتره كبيره الموسم انتهى فبيكون في ثلاث اه شهور مثلا كده او حاجه اه راحه بين الموسم ده والموسم ده فبالتالي اللاعب بيبقى الثلاث شهور دول مريح ما بيتمرنش او بيعمل تمريناته موجود ولكن طبعا مش بنفس الكفاءه اللي هو بيتمرن بيها في النادي طبعا الموضوع ده بيختلف من الفريق الاول والناشئين والبراعم والكلام ده كله يعني مثلا عندنا في الدوري المصري ممكن تلاقي ان الفريق الاول بقالنا كذا سنة الدوريات ملتحمة ببعض فبتلاقي إن الموسم بيخلص وبعدها مثلا بأسبوعين تلاتة أو شهر بالكتير أو تلاقي إن الموسم التاني بدأ لكن في الناشئين الموضوع بيبقى مختلف في الناشئين بتلاقي إن الفترة بتبقى ثلاث شهور في الدرجة الرابعة والدرجة التالتة ممكن تلاقي الفترة بين الموسم والموسم خمس شهور وست شهور لأن في الدرجة الرابعة مثلا الدوري بيخلص في شهر تلاتة وبيبدأ في شهر عشرة أو شهر حداشر فمن 3 ل 10 او 11 انت دخلت في 7 او 8 شهور تمام فانت ده بدايه الموسم لكن فتره الاعداد بتبدا قبل بدايه الموسم بشهرين او 3 شهور فانت خلصت الموسم في 3 هتبدا مثلا في 6 مثلا علشان الموسم بتاعك او هتبدا في 7 عشان الموسم هيبدا في 10 فانت خدت 3 شهور فتره اعداد فانت طبيعي جدا ان اللاعب يتعرض معاك للاصابات العضليه في بدايه فتره الاعداد زيادة رفع الأحمال التدريبية بشكل مفاجئ أعلى من قدرة اللاعبين في المعسكرات ودي برضو كنا اتكلمنا عليها قبل كده ان الأحمال التدريبية او تقنين الأحمال التدريبية مهم جدا في الوقاية من تعرض اللاعبين للإصابة او حمايتهم من التعرض للإصابة علشان كده مفيش أي مانع خالص ان انت تشارك المدرب وتتكلم مع المدرب في الأحمال التدريبية لو الاحمال التدريبية عالية جدا على قدرات اللاعبين وبتتكلم معاه وبتعالج المشكلة ديت وعشان كده قلنا ان التدريب الرياضي من علوم الاصابات الرياضية يعني ما تقولش مثلا انا ماليش دعوة انا راجل بتاع اصابات فالمدرب براحته لا انت بتروح بتتكلم مع المدرب في كذا كذا والافضل ان احنا نعمل كذا كذا عشان اللعيبه بتاعتنا ما تتعرضش للاصابات وتتعرض لتقلصات عضلية وارهاق والكلام ده كله وبناء عليه بتبدا ان انت تشتغل معاه وبتساعد المدرب في وضع البرنامج التدريبي في بدايه الموسم او في المعسكرات اللي انتوا بتخضوها التهاب الانسجه العضليه دي طبعا حاجه طبيعيه بتحصل في اي نسيج موجود في الجسم مش العضلات بس ان هو وارد جدا ان هي تتعرض لالتهابات ممكن يحصل التهاب نتيجه ان في اصابه ممكن يحصل التهاب نتيجة مثلا الإصابة بعدوى أو فيروس أو أي حاجة تانية ممكن تحصل التهابات نتيجة تمام ماشي ماشي تمام نرجع تاني التهابات الأنسجة العضلية بتحصل لها اسباب كتير وطبعا لها اعراض او علامات بتظهر بتكون مصاحبه ليها زي مثلا بنلاقي ان العضله اللي تعرضت لاصابه لونها بيحمر بنلاقي ان درجه حراره الجزء ده درجه حراره الجزء المصاب ده بقت مرتفعه شويه فدي كلها حاجات بتظهر لما اللاعب بيتعرض للالتهابات تمام يعني ممكن بنلاقي في ورم وطبعا الورم ما بيبقاش كبير بنلاحظه كده موجود في العضله المصابه وطبعا بيبقى الالم حوالين العضله المصابه بيبقى موجود في الم وبيبقى ممكن يفقد اللاعب القدره الحركيه بس مش بشكل كبير يعني ممكن يفقد القدره الحركيه على اداء الوظيفه الطبيعيه للعضله يعني ما بيقدرش ان هو يحرك العضله المصابه بالشكل الكبير تمام فاحنا ممكن نقول على التهاب العضلات ده او ممكن نعرفه ان هو عباره عن حاله التهاب بتحصل للانسجه العضليه و بتشمل الماده البروتوبلازميه اللي موجوده عندي في العضله وبيظهر التهاب العضلات ده زي ما اتفقنا من شويه على شكل ورم وطبعا يعني الورم ما بيبقاش كبير وتغير في لون الجلد وتحديدا بيبقى لونه احمر طيب بعد كده التعرض للاصابات وانعدام وظيفه العضله لمده طويله. الاعراض المصاحبه للاصابات العضليه واحد الشعور بالالم على حسب درجه ونوع الاصابه ويزداد عند الحركه او عند الضغط عليه. ظهور الورم في العضله المصابه على حسب درجه الاصابه. تالت حاجه بيحصل نزيف داخلي وطبعا النزيف الداخلي ده بيكون على حسب درجة ونوع وشدة الإصابة وطبعا النزيف الداخلى ده بينتج عنه الورم أو بيتوقف عليه درجة الورم والشعور بالألم وارتشاح سائل البلازما مكان الإصابة وكمان عندنا رقم أربعة تغير في لون الجلد وطبعا الاعراض يا جماعه كلها يعني اغلب اعراض الاصابات 90% من الاعراض هي اعراض ثابته يعني الالم الورم الارتشاح تغير في لون الجلد النزيف كل دي اعراض مشتركه في جميع الاصابات يعني جميع الاصابات بتلاقي نفس الكلام ده باستثناء مثلا حاجه او حاجتين مثلا هما اللي بيميزوا الدنيا شويه بيميزوا الدنيا فعشان كده لازما او بيحتاج الشخص اللي هو بيشخص الاصابه ده إن هو يعمل تشخيص يدوي على جميع الحاجات اللي موجودة في المكان ده، يعني مثلا أنا دلوقتي هعمل أو اللاعب بتاعي بيشتكي من ركبته، تمام؟ فهو لو عنده رباط صليبي هيقول لي أنا حاسس بوجع، هيقول لي أنا حاسس بتاع ده في ورم في وجع، لون الجلد متغير، الكلام ده كله ماشي تمام. ما هي هي نفس الأعراض بالنسبة لقطع الغضروف هي هي نفس الأعراض بالنسبة لقطع الرباط الصليبي هي هي نفس الأعراض بالنسبة لقطع الرباط الجانبي ولكن هنا بقى هتفرق في حاجة واحدة بس هتفرق في التشخيص بتاعي انا انا دلوقتي همسك ركبة اللاعب انا خلاص انا دارس تشريح كويس عارف الأربطة موجودة فين اللي موجود في المكان ده الرباط انهي بالظبط؟ ابدا اعمل اختبارات على الرباط ده عشان اقدر احدد الاصابه ايه بالظبط. في بعض ال... يعني لو بنتكلم نظري وكده بيبقى في بعض النقط اللي هي بي... موجوده في اصابه ومش موجوده في اصابه ثانيه. زي مثلا لو في قطع في الرباط الصليبي هتلاقي مثلا ان الرجل بتخونه وهو ماشي. هتلاقي مثلا لو في قطع في الغضروف هتلاقي ان هو بيشتكي من حاجه محشوره جوه ركبته. فدي طبعا مش مقياس لان ممكن وارد جدا يكون عنده قطع في الغضروف وقطع في الرباط الصليبي مفيش مشكله، ممكن مثلا يكون عنده قطع في الغضروف والعضلات عنده ضعيفه قوي فممكن رجله تخونه مفيش اي مشكله، ممكن يكون عنده مثلا ارتخاء في الاربطه او حاجه وضعف في الاربطه فرجله تخونه عادي مفيش اي مشكله. فانا هنا بقى بترجع للتشخيص اليدوي او التشخيص عن طريق الاشعه عشان اقدر احدد بالظبط الاصابه ايه. فانا عندي الاعراض كلها زي ما اتفقنا سواء اصابات عضليه او اصابات مفاصل او اصابات عظام او اصابات الركبه او اي اصابه عموما فهي الاعراض بتكون اعراض مشتركه وبتكون اعراض واحده تمام آه الاول خليني اقولك على الكود اللي هتسجل بيه في محاضره النهارده وهو 3 6 7 وهيكون كمان معانا سؤال آه والسؤال ده هو آه الالتهابات العضليه الالتهابات العضليه وهيكون كمان في سؤال تاني السؤال التاني ده هيكون كمان شويه هبلغكم بيه وطبعا الإجابات دي انت بتبعتها على الواتساب على الرابط اللي بيكون نازل مع رابط المحاضره. النقطه اللي بعد كده وهي التجمع الدموي في مكان الإصابه وسماع صوت فرقعه في حالات التمزق الشديد ورؤيه فجوه في العضله المصابه والإحساس بها عند انقباض العضله فقدان العضله القدره الحركيه تمام نيجي بقي لإصابات المفاصل ، أول حاجه عندنا أنواع الإصابات اللي بتحصل في المفاصل عندنا الجزع والالتواء والملخ والخلع تمام الجزع والالتواء اللي بيحصل في المفصل ده عباره عن مط او تمزق جزئي وممكن يكون تمزق كلي مفيش اي مشاكل ممكن يحصل في رباط واحد او يحصل في مجموعه اربطه مكونه للمفصل تمام كلنا عارفين ان المفصل ده هو عبارة عن التقاء أو تقارب عظمتين اتنين ببعض تمام فبيفصل بينهم غضروف الغضروف ده ممكن يبقى أو النسيج اللي بيفصل بينهم ده ممكن يبقى نسيج غضروفي أو زلالي طيب حد هيقول لي طب الأربطة إيه علاقتها؟ أنت بتقول إن في عظمتين بيلتقوا ببعض فهي الأربطة دي مكونة للمفصل إحنا عندنا في الأربطة وفي أوتار وفي كمان عضلات بتبقى مكونة للمفصل تمام؟ فاحنا اصابه الجزعة والالتواء ديت بتحصل نتيجه ان انا مثلا اللاعب وهو بيجري رجله اتنت تحت منه فلما رجله اتنت بشكل مفاجئ وبشكل قوي حصل التواء فبالتالي لما حصل التواء حصل مط للاربطه فالمط ده ممكن تكون درجه الثاني درجه خفيفه فحصل مط بس ما حصلش تمزق تمام ممكن يبقى حصل تمزق ولكن تمزق في الغلاف الخارجي او معلش تمزق بسيط في الاربطه تمام ممكن يكون حصل الثاني ده جامد شويه فقطع او عمل تمزق في رباطين او مجموعة اربطه معلش عمل تمزق في مجموعة اربطه مع بعض تمام فهو الجذع او الالتواء ده عبارة عن بيحصل تمزج جزء او كل الرباط او اربطة من اربطة المفصل نتيجة الثانية بشكل قوي وبشكل مفاجئ نتيجة حركة عنيفة في اتجاه معين تاني حاجة الملخ عندنا الملخ اللي هو عباره عن تباعد السطوح المفصليه وتباعد غير طبيعي نتيجه استعمال خاطئ للمفصل او التواء شديد في اتجاه لا مجال فيه للحركه يعني طبعا وإحنا هنا اتكلمنا لو انتوا تفتكروا لما قلنا العلوم المرتبطه بالاصابات الرياضيه قلنا علم الميكانيكا وعلم الحركه طيب علم الحركه وعلم الميكانيكا هيفيدوني هنا في ايه؟ احنا هنا بنقول ان بيحصل استعمال خاطئ للمفصل في اتجاه لا مجال فيه للحركة طيب أنا دلوقتي لو أنا دارس علم حركة ودارس ميكانيكا وعارف المفاصل محدودة الحركة وعارف المفاصل حرة الحركة وعارف المفاصل اللي بتسمح بالدورانات وعارف المفاصل بتتحرك ازاي والكلام ده كله فأنا هعرف دلوقتي الكلام اللي أنا بقوله ده إن أنا دلوقتي خلاص المفصل ده ما بيسمحش بالدورانات فأنا بحاول أعمل له دوران فطبيعي ان هو يتعرض او هيتملخ مني تمام فاحنا نقدر نعرف الملخ ده ان هو عباره عن زحزحه لحظيه للعظام المكونه للمفصل نتيجه تمزق او مط اربطه المفصل نيجي بقى, اللي بقى النقطه اللي بعد كده وهي خلع المفصل وعندنا خلع المفصل ده عباره عن خروج او انتقال احدى العظام المكونه للمفصل بعيدا عن مكانها الطبيعي مصحوبه بتمزق اربطه المفصل نتيجه اصابه شديده مباشره او غير مباشره للمفصل وطبعا عندنا من اشهر المفاصل اللي هي بتتعرض لاصابه الخلع هو مفصل الكتف. طبعا اسباب اصابات المفاصل عندنا التدخل العنيف المفاجئ علي المفصل ارتداء الاحذيه الغير مناسبه طبعا كل ارض للملعب او كل ارضيه انت بتتمرن عليها المفروض ان هي لها حذاء مخصص بيها يعني اللي بيتمرن على نجيل صناعي غير اللي بيتمرن على نجيل طبيعي غير اللي بيتمرن على بساط غير اللي بيتمرن على أرضية زي أرضية الصلاة بتاعت اليد والسلة والحاجات دي كل أرضية لها حذاء مناسب فأنا لو لبست حذاء غير مناسب بالتالي ده هيسبب لي إصابة زي إصابة التواء مفصل الكاحل ممكن يسببلي إصابات في مفصل الركبة نتيجه ان الارضيه او الحذاء اللي انا لابسه غير مناسب للارضيه اللي انا بتمرن عليها تمرين على ملاعب غير مناسبه وهنا برده نفس الكلام الملاعب اللي هي ما بتبقاش مستويه ممكن يحصل التواء لمفصل الكاحل او الركبه فبالتالي هيتسبب اصابات رخمه جدا خصوصا لو في مفصل الركبه ضعف عضلات واربطه المفصل طبعا لو العضلات ضعيفه والاربطه ضعيفه هتلاقي ان بكل سهوله وانت ماشي كده المفاصل بتاعتك عماله بتتلوي تحت منك وانت يعني من غير قصد فعلشان كده لازم نهتم بتقويه عضلات واربطه المفصل ضعف مرونه المفصل التدريب الغير مقنن والخاطئ التحميل الزائد على المفصل اعراض اصابات المفاصل الم شديد للمفصل يحدث تغير في لون الجلد عدم القدره علي تحريك المفصل ورم مكان الاصابه وتهتك وتلف المحفظه اللي فيها طبعا المحفظه اللي فيها دي اللي هي موجوده جوه المفصل آه، تمام آه، وجود تجويف او فراغ مكان الاصابه نيجي بقي لاصابات العظام وعندنا طبعا اصابات العظام آه، كدم العظام الاول خليني اقول لك السؤال الخاص بالجزئيه ديت اللي انت هتبعت اجابته برده مع السؤال الاولاني هو اصابات المفاصل هتتكلم عن اصابات المفاصل من حيث انواعها واسبابها واعراضها هتتكلم عنها تمام نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده وهي اصابات العظام وعندنا اصابات العظام نوعين عندنا كدم في العظام وكسر في العظام دي الانواع الخاصه بالاصابات الرياضيه لكن في في اصابات تانية بتحصل في العظام ولكن بعيده عن الاصابات الرياضيه الاصابات الرياضيه فاحنا مش عايزين نتكلم فيها عايزين نتكلم على الاصابات الرياضيه بس فاحنا عندنا اول حاجه الكدم وزي ما قلت لك من شويه ان الكدم ده معايا في جميع الانسجه عظام عضلات مفاصل فالكدمه موجوده كسر العظام بقى الكسر هو عباره عن ايه هو عباره عن انفصال العظمه عن بعضها الى جزئين او اكثر نتيجه قوه خارجيه شديده وعنيفه او الاصطدام بجسم صلب على سبيل المثال مثلا لو لاعب كرة مثلا اصطدم في القائم فبيحصل كسر مثلا لاعب وهو مثلا بيلعب ملاكمه او حاجه ونتيجه اللكمات ممكن يحصل كسر تمام فهو ممكن يصطدم في جسم صلب يعمل له كسر وممكن نتيجه خبطه خبطه عنيفه او الكلام ده كله عندنا انواع الكسور عندي نوعين اتنين عندي الكسر البسيط والكسر البسيط ده اللي احنا بنسميه او الكسر البسيط ده عباره عن كسر غير مصحوب بجرح والجلد فيه بيكون سليم لكن الكسر المضاعف ده اللي بيحصل فيه جرح لكن اشكال الكسور بقى عندنا الكسر الغير كامل اللي احنا بنسميه الشرخ وهنا بنسميه شرخ لان ما بيكونش فيه تباعد بين الجزئين بتوع العظام او ما فيش تباعد بين العظام وما بيحصلش انفصال تام لاجزاء العظام على عكس الكسر الكامل اللي بيكون فيه انفصال تام للعظام وده له انواع عندنا الكسر المستعرض والمائل والكسر المتفتت والحلزوني نيجي بقى لاسباب اصابات العظام إيه عندنا نتيجة ضربة عنيفة ومفاجأة في العظام السقوط من مكان مرتفع القفز باستمرار كما في لعبة ألعاب القوة طبعا ألعاب القوى لو أنت بتنط حواجز أو الكلام ده كله وعندنا في الجمباز كمان وكرة السلة لما بتيجي تعمل اللعيبة بتقفز بشكل مستمر فطبعا ده ممكن يسبب إصابات كسور إجهادية تمام حدوث ضربة قوية من الأداة المستخدمة في ممارسة الرياضة مثل القائم في كرة القدم زي ما انا قلت من شوية وتصادم اللاعبين بقوة والسؤال الثالث اللي انت هتجاوب عليه هو الإصابات العظام هتتكلم عليها من حيث تعريفها وانواعها واشكال القصور نيجي بقي للنقطة اللي بعد كده وهي العلامات الدالة على إصابات العظام عندي ألم شديد مكان الكسر عندي ورم يظهر تدريجيا على حسب نوع ودرجه الكسر عندي عدم القدره على تحريك العضو المصاب والصدمه العصبيه ودي دي حاجه بقى جديده هي ما في اغلب الاصابات وهي الصدمه العصبيه والصدمه العصبيه دي عباره عن ان لون الوش او الوجه بيبدا ان هو يصفر وبيبدا يحصل او العرق اللي صادر من المصاب بيكون بارد شويه واللاعب لما بتلاقيه دايخ كده وبيقول ان هو او بيشتكي ان هو عنده دوخه هي دي اعراض الصدمه العصبيه اللي بتحصل نتيجه اصابات القصور وعند التشوه العضو المصاب عندنا النقطه اللي بعد كده الاسعافات الاوليه للاصابات الرياضيه الاسعافات الاوليه للاصابات الرياضيه ديت هي قاعده رايس والقاعده ديت بتطبق على جميع الاصابات الرياضيه فيما عدا حاجات بسيطه بعيدا عن اصابات الاعصاب لان احنا متكلمناش على اصابات الاعصاب في المحاضره بتاعت النهارده بس اللي عندنا اصابه زي اصابه التقلص العضلي اصابه التقلص العضلي انا لما اجي اشرح قاعده برايس دلوقتي او قاعده رايس آه هيبقى فيها تبريد فانا اصابه التقلص العضلي انا مش هستخدم له تبريد تمام؟ آه على عكس كده بتلاقي ان هي القاعده دي ثابته لجميع الاصابات بس الاول خلينا نتكلم على ال... قبل ما ندخل في الاسعافات الاوليه نتكلم على اصابات مفصل الركبه عندنا طبعا انواعها عندنا اصابه الغضروف الركبه عندنا ممكن يحصل كدم في ال... في الركبه نفسها عندنا طبعا الركبه فيها عظام زي عظم نهايه الفخذ وعندنا عظم بدايه القصبة وعندنا عظم الرطفة فطبعا دي عظام مكونه المفصل ال... الركبة فممكن طبيعي جدا ان يحصل فيها كدمات عندنا الأربطة سواء الرباط الصليبي الأمامي الرباط الصليبي الخلفي عندنا الرباط الجانبي الداخلي والجانب الخارجي فطبعا دي كلها حاجات ممكن تتعرض لإصابات نتيجة التداخلات العنيفة على مفصل الركبة ممكن تحصل نتيجة سقوط اللاعب من مكان مرتفع مثلا بتحصل نتيجة ضعف العضلات والأربطة الخاصة بمفصل الركبة بتحصل نتيجة ضعف اللياقه البدنيه ضعف او قله المرونه بالنسبه للاعب ومطاطيه العضلات الكلام ده كله بيعمل اصابات لمفصل الركبه نيجي بقى للاسعافات الاوليه عندنا قاعده رايس و... او قاعده برايس تمام عندنا اول حاجه الحمايه طبعا الحمايه مش موجوده بس انا هقولها لكم الحمايه دي وهي عباره عن ان اللاعب لما بيتعرض للاصابه وبيقع على الارض بتلاقي ان ما شاء الله الفرقه كلها اتلمت حوالين اللاعب فلما الفرقه كلها بتتلم حوالين اللاعب بيبداوا يحركوا في اللاعب بيبداوا يشدوا فيه بيبداوا كل واحد عايز يعمل هو عايز يساعد زميله اللي واقع قدامه ولكن هو ما يعرفش ان هو كده ممكن يكون بيضر زميله فانا لازم أن اوفر الحمايه للاعب لازم ابعد كل الناس دي الموجوده حوالين اللاعب لازم ابعدها عنه علشان اوفر الحمايه للاعب بتاعي تاني حاجه الراحه يجب ايقاف استخدام العضو المصاب عن الاداء وابعاده عن اي مجهود وتعديل وضعه للحفاظ عليه في افضل وضع مريح قدر الامكان تاني حاجه بستخدم الثلج والثلج ببدا ان انا استخدمه بعد او خلال 24 ل 48 ساعه من حدوث الاصابه وطبعا الثلج ده من اهم الوسائل العلاج الطبيعي او من من اهم وسائل العلاج اللي انا بستخدمها بعد تعرض اللاعب للاصابه وعندي كمان احنا قلنا ان بستخدم الثلج ده او بستخدم التبريد ده لجميع الاصابات فيما عدا يعني اصابات محدوده زي مثلا لو في يعني هقول لك بصفه عامه بقى تمام عندك مثلا لو في مشاكل او اضطرابات قلبيه ما ينفعش احط كمادات مياه تلج ما ينفعش احط كمادات بارده او ما ينفعش احط تلج وطبعا يعني اعتقد لو في حد عنده اضطرابات قلبيه او كده مش هيمارس نشاط رياضي من الاساس عندك اصابات الاعصاب سواء العصب الزندي او العصب الشظوي هي الاعصاب المكشوفه بشكل عام الاعصاب المكشوفه دي يعني ايه يعني هي الاعصاب اللي تحت الجلد مباشره دي ما ينفعش ما ينفعش ان انا استخدم عليها تبريد تمام عندي بعد كده حالات الشلل حالات الاغماء حالات الرمط... حال... حالات اللهم صل على النبي حالات التقلص العضلي دي كلها حاجات ما ينفعش ان انا استخدم معاها الكمادات التلجي فانا هنا بستخدم معاها التدفئه تمام فاحنا كل الاصابات دي اللي احنا محتاجينه لان النهارده احنا بنتكلم او اتكلمنا على الاصابات العضليه فاحنا محتاجين بس نقطة التقلص العضلي ان هي ما نستخدم معاها التلج بعد كده بنستخدم وبرضو يعني بعد ما نخلص الـ 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 المحاضرة بتاعت النهاردة في محاضرة ان شاء الله بكرة هتكون خاصة بالاسعافات الاولية هنشرح بقى فيها بالتفصيل امتى استخدم الكمادات الساخنة وامتى استخدم الكمادات الساقعة وامتى استخدم الحمامات التصادمية وامتى استخدم كل ده هنتكلم فيه اسعافات اولية بقى باستفاضه اكبر من الجزء ده احنا هنا بنتكلم على الاسعافات الاوليه او الاجراءات الفوريه اللي انت تعملها اول ما اللاعب يتعرض للاصابه بس آه بعد كده الرباط آه وبتستخدم الرباط الضغط علشان تقلل الورم وبتقلل النزيف والتجمعات الدمويه والبلازما بالقرب من مكان الاصابه رابع حاجه الرفع وبيبدا آه تبدا في رفع الطرف المصاب لوضع يكون اعلى من مستوى القلب علشان تقلل اثر الجاذبيه او لتقليل اثر الجاذبيه اللي له مردود في مساعده الدم الوريدي على الوصول الى القلب بسهوله وبالتالي مساعده الدوره اللمفاوية وده طبعا بيأثر بشكل كويس جدا في ان هو يقلل الورم في مكان الاصابه. نيجي للنقطه اللي بعد كده وهي التثبيت في حالات القصور. احنا عندنا التثبيت ده بنستخدمه علشان نقلل الاثار السلبيه اللي بتحصل نتيجة الحركة فممكن استخدم هنا الجبيرة وطبعا الجبيرة دي بتكون حاجة مؤقتة لحد ما انقل اللاعب بتاعي للمستشفى طبعا الجبيرة كان الاول ممكن تستخدم خشب او ورق كرتون او الكلام ده كله ولكن كل ده حاجات قديمة فانت دلوقتي ممكن تستخدم او في حاجات بتكون دلوقتي احدث جاهزة انت بتستخدمها على طول ولكن لو مش متوفرة معاك ممكن تستخدم عادي قطعة خشب او اي حاجة تعمل بها جبيرة لحد ما اللاعب يروح للمستشفى ممكن كمان تعمل جبيرة عن طريق ان انت بتثبت في الجزء السليم للجسم ما فيش اي مشاكل وطبعا انت بتعمل الجبيرة او بتعمل التثبيت ده علشان تقلل حركة الجزء المصاب وطبعا لو اللاعب المصاب بكسر ده فضل يتحرك كتير او يحرك الجزء المصاب الكسر لما بيحصل فيه كسر بيبقى حد جداً فالكسر او العظم اللي هو مكسور ده ممكن يسبب جرح او قطع في رباط او وتر او اعصاب او حتى عضلات او الكلام ده كله فعلشان كده لازم تثبته لازم تحد من الحركه بشكل كبير وبكده نبقى وصلنا لنهايه المحاضره بتاعت النهارده وان شاء الله بكره اشوفكم